جهات صارت ثلاثة الآن، جهة الكاظمي يعني خلينا نسميها رئيس الوزراء الحالي، نعم وجهة التيار الصدري، والجهات الأخرى. أنا أتحدث الآن ما بين قوسين، يعني ما راح أقول شيعة أو سنة وأكراد، لا هذه أنا ما أحب التسميات، ولكن هي هذه الأسهم الثلاثة الرئيسية اللي سوف تتشكل. الكاظمي الحقيقة خدع كما خدع دكتور حيدر العبادي عندما كان رئيسا وزراء وكان حليفه التيار الصدري، وتعرف الأحاديث كانت بشكل مباشر من زعيم التيار الصدري أنه يدعم نعم العبادي إلى ولاية ثانية. عندما حقت الحقيقة تركه التيار الصدري، تركه وبالتالي تولى عادل عبد المهدي. زين. نفس الشيء الآن مع الكاظمي، هو الآن مخدوع، يعتقد أنه لديه حليف اسمه التيار الصدري. لن يكون ذلك، لأنه التيار الصدري أنا حتى قبل أن يغرد السيد الصدر أعلنت أنا في إحدى القنوات، قلت التيار الصدري يخطط لأن يكون رئيس الوزراء القادم من عنده، من أحد مرشحيه. وإذا هذا الحقيقة متغير جديد وأساسي للصراع فيما بينهم، الفتح ودولة القانون، أقصد حزب الدعوة، وبقايا هذه الاسم، البقايا التاريخية التي حكمت البلاد، سوف لن ترضى حقيقة بهذا التحول واعتيادي. هذا سوف ينشب صراع سياسي فيما بينهم، هذا الصراع سوف يخدم ثورة تشرين.